فاروق الميموني، زياد بالريمة، تدخل من دفاع الأمل الرياضي بجربة بن شهبون، وصل الكرة إلى حسام الزنديح ثم إلى الفيلالي، الفيلالي وجه لوجه الفيلالي الأمل الرياضي بجربة، ومرة أولى يدخل دبشي، والهدف الأول، الهدف الأول للأمل الرياضي بجربة عن طريق محمد الفيلالي، ينفرد بالحارس الصدقي الدبشي اللي ربح الفسفاس متاعه في مرة أولى، تصدى لكرة محمد الفيلالي. شوفوا كيفاش محمد الفيلالي يستميت، ياخذ كورته ثم تسديدة أولى، ترجع الكرة من